ازيكم يا شباب، معكم زميلكم احمد النساج. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن محاضره بعنوان الميجور مينرالز. قبل ما نبدا محاضرتنا لا ننسى الدعاء لزمايلنا ربنا يرحمهم ويغفر لهم، ولا ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبتهم يا رب. هنبدا ان شاء الله دلوقتي محاضرتنا بعنوان المينرالز او المعادن او العناصر. لو سالت اي حد ايه هي العناصر اللي موجوده في الجسم هيقول لي انا اعرف ان في صوديوم موجود، في بوتاسيوم، في حديد، في مغنيسيوم، في كالسيوم، في كلور. كل دول الكلام ده طبعا صح، بس النهارده ان شاء الله هنعرف ايه هي تعريف العناصر ديت، كميتها او ان تقسيمها اللي موجود في الجسم بقسمها على حسب الكميه بتاعتها والوظائف بتاعتها، ليه العناصر دي موجوده في الجسم، وناخد بعض الامثله للعناصر ديت. اول حاجه خالص الديفينيشن او تعريف العناصر دي، قال لك هي عباره عن مركبات غير عضويه، ما فيهاش ذره كربون خالص، مركبات غير عضويه ليها تركيب محدد، دي بتستخدم عشان الجسم يقوم بالوظائف بتاعته بشكل طبيعي. هنا هو التعريف ان هي عباره عن ان اورجانيك اليمنتس، مركبات غير عضويه فيها ذره كربون خالص، ديت سواء اليمنتس او كومباوند اللي هي عناصر او مركبات، ديت ليها تركيب ثابت وبتستخدم عشان الجسم يقوم بالوظائف بتاعته بشكل طبيعي. طيب ايه هي الوظائف اللي العناصر ديت ممكن بتدخل فيها؟ قال لك والله الوظائف ديت اول حاجه خالص بتدخل في تكوين العظم، ديت هنعرفه بالتفصيل ان شاء الله كمان شويه، وتاني حاجه بتدخل في المسل نيرف، المسل والنيرف فانكشن، ان هي في انقباض العضلات وبرضك في انتقال السيالات العصبيه. تالت حاجه ان هي برضو بتعمل ريجوليت للبادي ووتر بالانس. يعني ايه البادي ووتر بالانس؟ اللي هو توزيع المياه في الجسم، ديت بتنظم توزيع، بتساعد في تنظيم توزيع المياه في الجسم بحيث اللي هو لا يزيد هنا ولا يزيد هنا ولا الكلام ده، وهنعرف ان شاء الله ازاي دلوقتي. طيب تاني حاجه هناخد ده الكلاسيفيكيشن اوف المينرالز، عرفنا تعريف المينرالز هناخد الكلاسيفيكيشن بتاعها. احنا بنقسم المينرالز عندنا ازاي؟ قال لك والله بنقسم المينرالز على حسب كميتها الموجوده في الجسم وعلى حسب انا محتاج منها قد ايه في اليوم. قال لك والله بتتقسم الى ميجور او ماكرو مينرالز، وتاني حاجه ماينور او تريس او مايكرو مينرالز. الميجور مينرالز اهيت دي بحتاج بكميات كبيره جدا، ديت فيها معظم العناصر المهمه اللي عندنا اللي هي كالسيوم، الفوسفورس، البوتاسيوم، الصوديوم، الكلورايد، الكلام ده كله. والتريس او الماينور او المايكرو مينرالز ديت بتبقى موجوده في الجسم بكميات قليله، وديت بحتاج باخدها في اليوم بكميات قليله زي الحديد، زي اليود، زي المنجنيز، الكلام ده. طب ده هل ده معناه ان دولت مش مهمين؟ لا، دول مهمين جدا برضو، لا يقل اهميه عن الميجور، بس دول كمياتهم كبيره الميجور، والماينور او التريس كمياتهم قليله. ده هي الماكرو مينرالز، ديت بحتاج بكميات اكتر من 100 ملغ في اليوم، المايكرو مينرالز بحتاج بكميات اقل من 100 ملغ في اليوم. ودي امثله عليها ودي امثله عليها، تمام. طيب هناخد دلوقتي مقارنه ما بين الماكرو مينرالز والمايكرو مينرالز. الماكرو قلناها ان احنا بنحتاجها بكميات كبيره في الجسم وبناخدها حتى في اليوم بكميات كبيره اكتر من 100 ملغ. اما المايكرو لا، بنحتاجها بكميات صغيره، بتبقى موجوده في كميات صغيره، وحتى احنا بنحتاج منها كميات صغيره في اليوم اللي هو اقل من 100 ملغ. طيب الماكرو طبعا لاننا بنحتاجها بكميات كبيره فهي متوفره وموجوده بكميات كبيره في النبات، لان طبعا معظمنا بياكل النبات في اليوم بشكل طبيعي يعني او بشكل يومي وكده، فبتوجد كميات كبيره في النبات. اما المايكرو لا، بتبقى موجوده بكميات قليله في النبات. الماكرو مينرالز بتسمى برك الميجور، اما المايكرو بتسمى التريس او الماينور. طيب الماكرو برضه بسبب ان احنا بناخدها بكميات كبيره، فلو كان فمن رحمه ربنا ان هي التسمم بتاعها بيبقى نادر او بنسبه بسيطه جدا، لان ديت انت بتحتاج منها كميات كبيره. لو كانت السميه بتاعتك قريبه يعني او كتير، ديت كان معظم الناس ماتت بسبب تسمم في بسبب العناصر يعني، لكن دي من رحمه ربنا ان التوكسيس بتاعتها او التسمم بتاعها بيبقى نادر او قليل جدا، حتى لو موجوده بنسبه كبيره في جسم شويه كمان اكتر من الطبيعي لا مش هيحصل سميه ان شاء الله. اما المايكرو لا، ديت مجرد التغير فيها او الزياده البسيطه فيها ممكن يحصل تسمم منها او سميه يعني. وهنا هو ديت الايه امثله للماكرو، وهنا هو شويه امثله برضك للمايكرو. بقى كلامنا دلوقتي عن الميجور مينرالز اللي هم الميجور او الماكرو مينرالز. النهارده ان شاء الله هنتكلم فقط عن الصوديوم، عن البوتاسيوم، عن الكلور، عن المغنيسيوم، وعن السلفر. طيب قبل ما نتكلم عليهم عايزين نعرف بقى بعض التفصيل الفانكشن بتاع الماكرو مينرالز دولت. اول حاجه خالص عرفناها ان هو مينتين البادي فلويد، مينتين البادي فلويد ان هي بتساعد في تنظيم الميه اللي موجوده في الجسم، كميات الميه اللي موجوده في الجسم. طيب ازاي؟ ديت الرسمه ديت للفهم فقط. ازاي بتساعد في التنظيم
الميه في الجسم كده. طبعا زي ما احنا عارفين ان الميه بتنتقل من بالخاصيه الاسموزيه في الجسم من المنطقه اللي فيها تركيز الاملاح قليل الى المنطقه اللي فيها تركيز الاملاح كبير. فهو ده اللي بيعملها الاملاح اللي زي مين؟ اللي زي الصوديوم واللي زي البوتاسيوم. هنا هوت والله لما بتحتاج ان الميه تدخل للخليه بيقوم يحصل ايه؟ البوتاسيوم بيقوم يدخل جوه الخليه، فبالتالي البوتاسيوم بيقوم يدخل جوه الخليه بكميه كبيره، فبالتالي الاملاح بتزيد في الجسم، فبالتالي الميه تقوم تدخل جوه الخليه. طيب والعكس صحيح، يوم ما احتاج ان الميه تخرج من الخليه الصوديوم بيقوم يخرج بكميه كبيره، فبالتالي الاملاح تخرج من الخليه، الاملاح تزيد بره الخليه عن جوه الخليه، فبالتالي الميه تقوم تخرج من الخليه تروح لبره الخليه. فبالتالي هو ديت المنتين البادي فلويد العناصر بتستخدمها او الميرز بتستخدمها، ان الصوديوم بيلعب دور مهم جدا في ان هو يحافظ على تركيز الميه جوه وبره الخليه على حسب احتياج الخليه للميه والكلام ده. ده اول حاجه خالص في الوظيفه. ثاني وظيفه ان هي بتساعد في البي اتش في البادي تيشو، البي اتش اللي هي درجه الحموضه القاعديه اللي موجوده في الجسم. طيب البي اتش في الاصل بتتحسب ازاي؟ قال لك والله ديت على حسب ايونات الهيدروجين الموجوده. والله لو زادت ايونات الهيدروجين ده معناه ان الحموضه بتاع الجسم عاليه، اما لو قلت ايونات الهيدروجين فالقاعديه بتاع الجسم هي اللي بتبقى كتير. فبالتالي طيب العناصر بقى بتشتغل في الموضوع ده ازاي؟ قال لك والله في حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم اتيبيز بامب. ايه اللي بيحصل؟ قال لك في الطبيعي ان الصوديوم بيخرج والبوتاسيوم بيدخل، ايون موجب خرج فدخل مكانه ايون موجب برضه، فبالتالي شحنات الخليه زي ما هي ثابته. طيب في بعض الاحيان بتلاقي ان الهيدروجين بيبقى كتير او في ايونات الهيدروجين بتبقى كتير او بره الخليه، فبالتالي الصوديوم هيقوم يخرج وبدل ما البوتاسيوم هو اللي يدخل لا الهيدروجين هو اللي يدخل مكان البوتاسيوم، فده هيساعد ان الهيدروجين يقل شويه في الدم وكده، فبالتالي هيقلل درجه الحموضه شويه اللي موجوده في الدم. والعكس برضه نفس الكلام، لو الهيدروجين قليل بره، لو الهيدروجين هنا هو دي قليل، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ان ممكن الصوديوم او البوتاسيوم هما اللي يدخلوا والهيدروجين هو اللي يخرج، فبالتالي ان هي العناصر دي او الاملاح دي الصوديوم والبوتاسيوم بيساعدوا في دخول وخروج الهيدروجين للخليه الى وخارج الخليه على حسب بردك كميات الهيدروجين الموجوده وعلى حسب الحموضه والقاعديه اللي موجوده، فهم بالتالي بيساعدوا في تنظيم الحموضه والقاعديه في الجسم. طيب ثالث وظيفه ان هي بتعمل ترانسميتد في النيرف امبلس اللي هي توصل السيالات العصبيه. بتوصل السيالات العصبيه ازاي؟ قال لك والله دي طبعا الرسومات دي كلها للفهم بس، قال لك ان في حاله الراحه الخليه ما فيش فيها اي مثير او اي اثاره او الكلام ده، بيقوم يحصل ايه؟ ان في الطبيعي ان جوه الخليه بيبقى نيجاتيف وبره الخليه بيبقى بوزيتيف. ايه بقى اللي بيحصل لو حصل اثاره او حصل ستيمولس جه عشان الجيل الخليه؟ اللي بيحصل ان الصوديوم بيقوم يدخل جوه الخليه بكميات كبيره، فبالتالي الشحنات الموجبه بتزيد جوه الخليه والشحنات السالبه بتزيد بره الخليه، فبيحصل حاجه اسمها ديبولاريزيشن، ان هو بيحصل ان الخليه بيحصل لها اثاره او استثاره او الكلام ده، واثاره او استثاره، فبالتالي بيقوم يحصل ايه؟ بيحصل ان السيالات العصبيه بتنتقل، بتفضل السكه ماشيه كده، الصوديوم بيدخل جوه الخليه، البوتاسيوم بيخرج، فالبوتاسيوم بيخرج تمام، فبالتالي جوه الخليه بيبقى موجب قوي وبره الخليه بيبقى سالب قوي، وبتفضل العمليه دي تمشي تتكرر لحد ما يحصل الانتقال السيالات. فبالتالي ان الصوديوم والبوتاسيوم بردك سواء دخولهم وخروجهم دول بيساعدوا برده في الترانسميتد اوف النيرف امبلس، في انتقال السيالات العصبيه. طيب رابع وظيفه بردك قلناها اللي هي بيلدنج البون. البيلدنج البون ديت تمام، ايه اللي بيشترك بيها فيها؟ مش الصوديوم بقى والبوتاسيوم المرة دي، لا اللي بيشترك ان هوت الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفرس. معلش هنا هوت لك ان تتخيل ان اكتر من 30% من البون اصلا بيبقى عبارة عن عناصر، بيبقى زي الكالسيوم زي المغنيسيوم زي الفوسفرس الزنك الكلام ده كله، كل دولت تمام بيدخلوا في تكوين العظم نفسه،
بيساعده طبعا على قوة العظم انه يبقى قوي ما يكسرش بسهولة وكده. طيب خامس وظيفة ان هو بيسهل الانزيم اكشن. يعني ايه بيسهل الانزيم اكشن؟ قال لك والله في عناصر زي المغنيسيوم بتدخل بتستخدم ككو انزيم، ان هي كو فاكتور او كو انزيم، ديت بتساعد في تنشيط الانزيم الفلاني عشان يقوم بالوظيفة بتاعته، زي المغنيسيوم بيساعد في تنشيط الكينيز مثلا، كينيز انزيم والكلام ده. وسادس حاجه ان هي ديت منتين في السيل ممبرين استراكشر، ديت بردك بعض العناصر بتدخل في تكوين السيل ممبرين اللي هو الجدار بتاع الخليه. طيب هنبدا دلوقتي، هنتكلم دلوقتي بقى عن اول عنصر من العناصر اللي هناخدها النهارده ان شاء الله. اول عنصر هناخده اللي هو المغنيسيوم. ماشي، المغنيسيوم بقى السورس بتاعه اللي هو المصدر بتاعه بنجيب المغنيسيوم منين؟ قال لك والله ليه مصدر نباتي ومصدر حيواني. المصدر نباتي من جرين ليفي فيجيتابلز اللي هي الخضروات الخضراء اللي هي الورقيه الخضراء، زي الجرجير، زي الخس، زي البقدونس، الكلام ده. طيب الانيمال سورس زي مين؟ الليفر، تمام، اللي هو الكبد، والهارت اللي هو القلب، الكدني اللي هي الكليه، واللحوم نفسها، والفيش اللي هو السمك. تمام، هناخد بقى النورمال سيرم رينج بتاعه اللي هو المغنيسيوم ده المفروض بيبقى موجود قد ايه في كميته، قد ايه في الدم بتاعنا. قال لك والله بين 1.7 ل 2.4 مللي جرام. الديلي ريكويرمنت اللي هو انا بحتاج اخده قد ايه في اليوم، اللي هو اكل منه قد ايه، يعني 3.10 جرام في اليوم الواحد. طيب ايه بقى الفانكشن بتاع المغنيسيوم؟ طبعا احنا اتكلمنا عن الفانكشن بتاع المغنيسيوم من شويه، قلنا ان هو بيدخل ككو فاكتور. يعني ايه كو فاكتور؟ اللي هو بيبقى عامل مساعد في لتنشيط بعض الانزيمات زي الكينيز، الفوسفوريز، الفوسفاتيز، تمام. وتاني حاجه بيدخل برده في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه والبروتين بردك. ازاي ده بيدخل كعامل مساعد هنا اهوت في تنشيط بردك البوليميريز اللي هي بتستخدم في تصنيع الدي ان ايه. تالت حاجه برده بنستخدم ان هو في الاستراكشر في البون. عرفنا ان هو استراكشر في البون ان هو اكتر من 30% من البون اصلا بتبقى عباره عن ايه؟ عن مينرالز، عن عناصر زي الكالسيوم والمغنيسيوم وكده والفوسفورس وكده. رابع حاجه ده بردك بيساهم في المسل كونتراكشن مع الكالسيوم. وخامس حاجه بردك ان هو في انتقال السلالات العصبيه. وسادس حاجه في النيورو ماسكولار، بيقلل النيورو ماسكولار اكزايتابيليتي. طبعا الثلاثه دولت تمام، يعني فيهم كلام في السيولوجي اكتر من ان هو بايو، والميكانيزم بتاعها مش معاكم، فيعني الافضل ايه؟ ما تطرقش ليها اول، ان الكلام هيطول يعني. تمام، يعني وظائف المغنيسيوم هناخد دلوقتي الحاجات اللي بتزود الامتصاص بتاع المغنيسيوم والحاجات اللي بتقلل الامتصاص بتاع المغنيسيوم. طيب خلينا متفقين ان المغنيسيوم ده هو قرين الكالسيوم. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي بتزود الكالسيوم هي نفسها بتزود المغنيسيوم، والحاجات اللي بتقلل الكالسيوم هي نفسها بتقلل المغنيسيوم، لان الاثنين تقريبا بيبقوا موجودين في معظم الاماكن وشغلهم بيبقى ايه قريب من بعض يعني في معظم الحاجات. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتزود بقى المغنيسيوم؟ قال لك والله اول حاجه خالص الفيتامين دي والباراثيرويد هرمون، دولت اصلا بيزودوا الكالسيوم والمغنيسيوم. ازاي؟ ان هم بيزودوا امتصاصهم في الامعاء، وتاني حاجه بيقللوا الاكسكريشن بتاعهم او التخلص منهم في الكليه، ان هم يعمل لهم ري ابزوربشن، اعاده امتصاص من الكليه، بحيث ان هم يرجعوا تاني للجسم. تالت حاجه الاسيديتي. الاسيديتي ديت اللي هي الكالسيوم والمغنيسيوم بيتحولوا للاكتيف فورم بتاعهم اللي هو الصوره النشطه بتاعتهم في الوسط الحمضي اكتر من هو وسط قاعدي. وبرضك بعض الحاجات زي البروتين لو زاد في الجسم برضك بيساعد ان هو مثلا لو اكلت اكل فيها بروتين كتير بيساعد بردك في الابزوربشن بتاع المغنيسيوم ان هو يزيد. وبعض الاملاح زي السيتريك اسيد وبردك الشوجرز والاورجانيك اسيد والكلام ده. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتقلل امتصاص المغنيسيوم؟ قال لك والله من ضمن الحاجات اللي بتقلل طبعا عكس الهرمون الباراثيرويد اللي هو الكالسيتونين. الكالسيتونين ده وظيفته ان هو بيقلل الكالسيوم من الجسم ويوديه العظم، تمام. فبالتالي هو ايه بيقلل بردك بالتبعيه من المغنيسيوم بنفس الكلام ان هو بيقلل الامتصاص بتاعه وبيزود الاكسكريشن مثلا بتاعه كده. طيب تاني حاجه بردك ان هو بعض الحاجات بتقلل السولابيلتي بتاع المغنيسيوم ان هو يتحول للاكتيف فورم بتاعه
بتاعه زي مين؟ الاوكساليت والفوسفيت. طيب ثالث حاجه، حاجه اسمها المال ابزوربشن سندروم. ايه المال ابزوربشن سندروم ديت؟ دي بتبقى مشكله في الجسم في الامتصاص، اصلا امتصاص معظم الحاجات، فبالتالي من ضمنها بيبقى العناصر، يعني معظم العناصر اصلا الجسم ما بيقدرش يمتصهم. طيب والالكالاين ميديا ديت بتبقى عكس الاسيديتي، احنا قلنا ان هو الكالسيوم والمغنيسيوم بيتحولوا للسور النشطه بتاعتها في الوسط الحمضي، ده وسط قاعدي، فبالتالي الالكالاين اللي هيقلل من امتصاصهم ويقلل من شغلهم يعني. وبرضك الجلوكورتيكويدز برضك بتقلل من امتصاص او من شغل برضك المغنيسيوم. هنتكلم دلوقتي عن المشاكل اللي ممكن تحصل لو كمية المغنيسيوم قلت او زادت في الجسم. اول حاجة، اول مشكلة الهيبوماغنيسيميا، اللي هي هيبو يعني قلت. ايه هي اللي يخلي المغنيسيوم يقل في الجسم؟ قالك والله حاجتين، اما الابزوربشن الامتصاص بتاعه يقل، او الاكسكريشن اللي هو التخلص منه يزيد. طب ايه اللي هيحصل؟ قالك اللي هيحصل من الوظائف بتاعته، احنا كنا قلنا ان من الوظائف بتاعته انه بيقلل الاكسايتابيليتي بتاع السكليتال مسل والنيرف، تمام؟ فبالتالي لما هو يقل دلوقتي الاكسايتابيليتي هتزيد، تمام؟ ممكن توصل لان يحصل تشنجات زي اللي في الصورة كده. تاني حاجة برضو، اي اختلاف في كمية المغنيسيوم هيعمل لك اريزميا، هيعمل لك اي اثر على القلب، على ضربات القلب هتبقى غير منتظمة، تمام؟ هنوت ان لما المغنيسيوم بيقل اللي هيحصل ضربات القلب هتبقى سريعة وهتزيد. اما في الهايبر ماغنيسيميا ضربات القلب هتحصل لها برضك كاردك اريزميا، يحصل لها مشاكل برضو سواء بالزيادة او بالنقصان. كده ديت المشاكل لما المغنيسيوم بيزيد والمغنيسيوم بيقل. طيب في معلومه كده قالها لك، ان المغنيسيوم صلفيت بيستخدم في علاج البري كلامسيا، اللي هو ايه؟ اللي هو ضغط الدم بيبقى زياده في الحامل، ده بيبقى امن بيقلل ضغط الدم في الحامل. تاني عنصر معانا النهارده اللي هو مين؟ الصوديوم. قال لك والله ايه السورس، ايه المصدر بتاع الصوديوم؟ قال لك الصوديوم بناخده اكتر حاجه، تمام، منين؟ من الملح، اللي هو الملح الطعام العادي اللي هو الايه، صوديوم كلورايد. طيب الديلي ريكويرمنت بتاعك اللي هو انت محتاج قد ايه منه في اليوم؟ قال لك من 5 ل 10 جرام في اليوم. طيب النورمال بلازما، تمام، اللي موجود في الدم قد ايه؟ قال لك من 136 ل 145. طيب الفانكشن بتاع الصوديوم بقى، وظيفة الصوديوم ايه؟ قال لك والله في معلومة هنا بس الأول، بيقول لك إن ده الميجور كاتاين اللي في الإكسترا سيلر فلويد، يعني إيه؟ دوت الأيون الموجب الأساسي اللي موجود خارج الخلية، يعني هو معظم وجوده بيبقى خارج الخلية مش داخلها. طيب إيه بقى الفانكشن بتاعه؟ قال لك والله الفانكشن زي ما إحنا عرفنا إن هو دوت بيساعد في الفلويد إكسترا سيلر فلويد فوليوم، إن هو بينظم كمية المية الموجودة في الجسم سواء داخل أو خارج الخلية، ده أول حاجة وعرفنا إزاي. تاني حاجة إن الصوديوم بردك بيساعد في عمليه ايه؟ الاسيد بيز بالانس، اللي هو البي اتش لما بيزيد، عن طريق طبعا ايه ميكانيزم ان هو البوتاسيوم بيدخله ويخرجه الهيدروجين، تمام، لما ايه؟ لما الهيدروجين يزيد خارج الخليه او يزيد داخل الخليه والكلام ده، ان هو بيبادل هو والهيدروجين سواء داخل او خارج الخليه. طيب وبرضك في وظيفه تانية بيستخدمها الصوديوم عشان يعادل برضك اللي هو الحموضيه والقاعديه في الجسم، عن طريق حاجه اسمها صوديوم بايكربونات. صوديوم بايكربونات ده هو بيبقى عباره عن ايه؟ ده بيبقى مركب موجود عباره هو ده الصوديوم بيكربونات ال NaHCO3 دوت، عباره عن ايه بقى؟ والله ده بيستخدم عشان يعادل الحامضيه او القاعديه بتاع المركبات، يعني ايه؟ والله عندي حمض زي ال HCl، ده حمض قوي جدا، سترونج اسيد، بيبقى قوي جدا، ده لو اتحلل هيديني هيدروجين بكميه كبيره، فيخلي لك الجسم ايه؟ حامضي، ويقلل ال pH بكميه كبيره، فبالتالي ال NaHCO3 ده بيقوم ايه؟ ده بيقوم يعمل ايه؟ بيتحد معاه مع ال HCl3 عشان يديني ال H2CO3 اللي هو الكربونيك اسيد، ده بيبقى عباره عن ايه؟ عن حمض برضو، ولكن ضعيف، يعني اضعف من الايه؟ من ال HCl، ويديني ملح الطعام اللي هو ال NaCl. طيب ال H2CO3 ده هو بعدين بيقوم ده هو بيبقى حمض، ولكن حمض ضعيف، تمام؟ هو ويك اسيد، بيقوم بعدين بقى يا اما يتفكك او يا اما يتحد مع بيز اللي هي قاعدية مركب قاعدي، تمام، او قلوي قوي زي مين؟ ال NaOH، عشان يوم يدينا البيكربونات في الاخر ومية. فبالتالي هو ال NaHCO3 اللي هو صوديوم بيكربونات ده اتحد مع
حمض قوي عشان يقلل يكون حمض بعدين ضعيف اللي هو الحمض الضعيف ده وتقام اتحد مع قاعده قويه عشان يدينا في الاخر بيكربونات وميه. فبالتالي هو ساعد في ان هو يقلل الحموضيه عن طريق ان هو تخلص من حمض قوي، وان يقلل برك القلويه عن طريق ان هو تخلص من قلوي قوي، ويكون لي في الاخر مركبات ايه بسيطه يعني ما تضرش الجسم قوي. طيب وتالت حاجة برك ان الصوديوم دهوت بيقولك ان هو مهم جدا في الانتستينال ابزوربشن للجلوكوز والجلاكتوز والفري امينو اسيدز عن طريق الصوديوم لينك ترانسبورتر. دي بتبقى ان الصوديوم بيقوم يدخل بيساعد في دخول الجلوكوز والفري امينو اسيدز والكلام ده لداخل الخلية والكلام ده، وعشان يحصل لهم امتصاص بقى، وبرك في رينال برك الكلية ان هم يحصل لهم اعادة امتصاص عشان الجسم يستفيد منهم. طيب هناخد دلوقتي بعض المشاكل اللي بتحصل لو الصوديوم زاد او الصوديوم قل في الجسم. اول حاجه خالص الهايبرناتريميا او زياده الصوديوم في الجسم. قال لك المشكله ديت بتحصل لنا كلنا تمام في مثلا في رمضان لما الشخص بيجي على عصر كده ولا حاجه بيلاقي بقى خلاص بقى له مده ما شربش ميه، تمام؟ فبالتالي كميه الصوديوم اللي موجوده او الاملاح اللي موجوده زادت ليه؟ اتركزت كتير في الجسم عن الميه، لان انت الميه خلاص قلت قوي في الجسم، فانت حسيت ان الاملاح بقى تركزت شويه في الجسم، فبالتالي الصوديوم هيزيد، تمام؟ الصوديوم طبعا هيزيد في الفتره ديت، بتقوم تحس ان طبعا بيبقى الشخص عطشان، بيحس ان الجسم كله ناشف وجفاف والكلام ده، ممكن يحس بشويه سخونيه في جسمه، بيبقى برده كنا مش فايق او مش مدرك او اوقات يعني مش منتبه او مش مركز والكلام ده، دي ريس النس. طيب ديت كده لما الصوديوم بيزيد في الجسم. اما الصوديوم بيقل ازاي؟ لو الشخص فقد كميه ميه كتيره ومعها الصوديوم، طبعا لان في الصوديوم بيخرج دايما او دايما مع الميه في البول والكلام ده، لو فقد كميه ميه كتير او في من الجسم هيحصل ايه؟ هيحصل ان الصوديوم بردك هيقل في الجسم. طيب ايه بقى الاعراض اللي ممكن يحصل له؟ دي هيدريشن، هيحصل بجفاف، هتلاقي ضغطه قل، هتلاقي بردك قلنا الشخص دهوت حصل له دروزنس ان هو ما بقاش فايق، حصل دوار والكلام ده، ممكن بطنه توجعه. اهم حاجه يحصل اوليجوريا ان هو كميه البول بعدين هتقل، لان خلاص الميه والصوديوم قلوا جدا في الجسم، هينزل ايه اصلا؟ تمام؟ ممكن توصل في الاخر، تمام؟ لو الموضوع استمر وكده وما تعالجش وكده يحصل شويه جسمه يبدا يترعش، تمام؟ ممكن يوصل في الاخر ان هو يحصل له كوما، ان هو يدخل في غيبوبه اصلا. فبالتالي ده الهايبوناتريميا والهايبرناتريميا. وعاده بيقول لك ان ممكن اوقات الهايبوناتريميا اصلا تبقى اسيمتوماتيك، ان ممكن ما يظهرش فيها اعراض لو كانت خفيفه او اتلحقت بسرعه، بقى الشخص مثلا لقى نفسه مثلا بيفقد كميات ميه كتير فقام شرب ميه بقى وخلاص وخلص الموضوع. اتكلم دلوقتي عن العنصر الثالث اللي معانا اللي هو البوتاسيوم. قال لك البوتاسيوم السورس بقى بتاعه، المصدر بتاعه بيجيبه منين؟ قال لك والله بتجيبه من الفواكه، من اللحوم، فواكه زي الموز، البرتقال، التفاح، الاناناس، بعض اللحوم زي والبطاطس، تمام، والفول والكلام ده. طيب بحتاجه بقد ايه؟ قال لك من 3 ل 4 تمام جرام في اليوم. النورمال ليفل بتاعه بقى في الدم عندنا قال لك من 3.5 ل 5، ورقم البوتاسيوم مهم جدا، هو والصوديوم الرقمين دول مهمين جدا. طيب ايه بقى وظائف البوتاسيوم؟ البوتاسيوم قال لك بيشتغل مع الصوديوم زي ما احنا قلنا ان هو بيعمل ريجوليشن، بينظم كميه الميه اللي موجوده في الجسم سواء داخل او خارج الخليه، وبرك الاسيد بيز بالانس، تمام، الحموضه والقاعديه اللي موجوده برك في الجسم، ان هو بيدخل الهيدروجين او يخرج الهيدروجين على حسب كميه الهيدروجين الموجوده. وتاني حاجه برك ان هو بيسار برك مع الصوديوم، دي اهم حاجه، ان هو بيعمل ريجوليت الهارت بيتس، ان هو بينظم ضربات القلب، وبرك بيساعد في اللي هو انقباض العضلات والكلام ده مع الصوديوم، وعرفنا بقى في اللي هو انتقال السائلات والكلام ده. طيب تالت حاجه برك ان البوتاسيوم ده مهم جدا في حوار في تكوين برك الطاقه، تمام، وتحويل الجلوكوز الى جلايكوجين، وبرضك البوتاسيوم بيبقى مهم جدا في تكوين العضلات، بيدخل برك في تكوين العضلات. واخر بقى حاجه ان هو دي اهم حاجه خالص، ان هو بيعمل كنترول اللي هو بيحافظ او بيتحكم برك في انقباض العضلات برده، وانقباض عضلة القلب بشكل يعني أخص.
هنتكلم دلوقتي عن المشكلات اللي ممكن تحصل لو البوتاسيوم تركيزه قل او زاد في الجسم. اول حاجه هناخد الهايبركاليميا اللي هو البوتاسيوم تركيزه زاد عن الطبيعي بتاعه، عن اللي هو الكامل 5.5 مللي مول اللي احنا عارفين النورمال بتاعه. طيب لو زاد بقى ايه اللي هيحصل؟ طبعا احنا قلنا ان اهم وظيفه في البوتاسيوم ان هو بينظم ضربات القلب، فبالتالي لو زاد هيحصل الاكسايتابيليتي هتزيد، فبالتالي ضربات القلب هتزيد، ممكن يوصل حاجه اسمها فنتريكولار فيبريليشن، دي حاله مميته ممكن تسبب ان الانسان يموت، ان ضربات القلب هتزيد قوي قوي قوي. تمام، دي الهايبركاليميا دي اهم حاجه فيها. طيب الهايبوكاليميا لو البوتاسيوم قل ايه اللي هيحصل؟ طبعا لو قل عن ايه؟ قل عن 3 مللي مول في 3 مللي مول في اللتر لو قل عن الطبيعي يعني. طيب ايه بقى المشاكل ممكن يحصل؟ البوتاسيوم احنا قلنا طبعا ان هو بيدخل في تكوين العضلات، بيدخل برك في النقباط بتاعها والكلام ده، فبالتالي لو البوتاسيوم قل هيحصل ايه؟ هيحصل ضعف في العضلات، هيحصل تعب في العضلات، برده ممكن برك العضلات يحصل فيها شويه تشنجات، الضغط ممكن يقل. ماشي، ممكن برضك اهم حاجه برضو كارديك اريثميا، ان برضك حتى ضربات القلب مش هتبقى منتظمه، فبالتالي اصلا هتبقى بطيئه بقى والكلام ده، ممكن يؤدي في الاخر ان الكارديك اريثميا ان القلب يقف اصلا بسبب ايه؟ قله البوتاسيوم اللي موجوده فيه. تمام كده خلصنا البوتاسيوم. هناخد العنصر الرابع معانا اللي هو الكلور، الكلورايد او الكلور. قال لك والله بيوجد فين اكتر حاجه؟ برضك في الملح مع الصوديوم. الريكويرمنت بتاعته تمام، انت بتحتاجه بقد ايه؟ 5 ل 10 جرام في اليوم. والنورمال ليفل بتاعه بيبقى من 96 ل 106 ملي مول تمام في اللتر. تمام ده النورمال ليفل بتاعه. الفانكشن بقى بتاع الكلور، الفانكشن في الكلور قال لك والله ان هو اهم حاجه فيه ان هو بيكون الهيدروكلوريك اسيد اللي هو حمض ال HCl اللي بيبقى موجود فين؟ اللي موجود في المعده، اللي هو برضك بيساعد في عمليه الهضم والكلام ده. وتاني حاجه برضو ان الكلور بيدخل في حاجه اسمها الكلورايد شيفت. الكلورايد شيفت ديت بتبقى ظاهره بتساعد، الكلور بيدخل بيساعد في عمليه ايه؟ في عمليه نقل الاكسجين من الخليه او من كرات الدم الحمراء تمام للخليه، والعكس نقص البرك CO2 من الخليه لكرات الدم الحمراء. الكلور برضك بيدخل في العمليه ديت بيساعد في العمليه دي. دلوقتي عن اخر عنصر معانا وهو السلفر اللي هو الايه؟ الكبريت. اللي قالك والله المصادر بتاع السلفر ممكن بتلاقيه فين؟ في اللحوم، في الدواجن، في الاسماك، في المأكولات البحرية، في البقوليات. طيب بتحتاج قد ايه منه في الجسم؟ قال لك 850 ملي جرام في اليوم، ونسبته في الدم قد ايه؟ 1200 ملي جرام في اللتر. طيب الفانكشن بتاع السلفر بقى، قال لك وظائف السلفر اول حاجه خالص ان هو بيدخل في تركيب الدي ان ايه، ثاني حاجه ان هو بيحمي بعض الخلايا من التكسير اللي دهوت اللي يكون ممكن، بالتالي ان هو بيحمي من بعض الامراض الخطيره زي الاورام والكلام ده، ثالث حاجه ان السلفر برضك بيساعد في امتصاص بعض الاطعمه، وبرده ان هو بيحافظ على صحه الجلد والاوتار والاربطه. رابع حاجة ان السلفر برضو بيدخل في تكوين 2 امينو اسيد مهمين اللي هم المين الميثيونين والسيستاين، فبالتالي هو بيدخل في تكوينهم فهو مهم جدا عشان يتكونوا. وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة. هناخد سؤالين بساط. اول سؤال which nutrient excess is commonly associated with high blood pressure، مين النيوترين في الاربعة دولت لما بيزيد بيحصل زيادة في ضغط الدم؟ هو الاجابة الصوديوم. تاني حاجة مين من دولت مش مايكرو نيوترانت؟ طبعا الإجابة هنا المغنيسيوم، لأن المغنيسيوم مايكرو نيوترانت. آخر حاجة بيقول لك الكوريكت فانكشن في المغنيسيوم، طبعا الإجابة إن هو بيستخدم ككو إنزيم في بعض التفاعلات زي مين الكينيز. وبكده نكون خلصنا، شكرا لكم.